دكتور نبيل النمر من جامعة روح القدس الكاثوليك موجود معنا اليوم، هو المسؤول عن البرامج الأكاديمية بكلية الزراعة والعلوم الغذائية بالإيزاك. موضوعنا اليوم رح يكون الزراعات المستدامة، هيدا هو الموضوع العام لها المشروع يلي كمان عم يقدر يستضيف من ألمانيا طلاب عم يقدروا يكونوا عم بيختبروا سمستر كامل بالإيزاك، وبنفس الوقت طلاب من عنا عم بيكونوا بألمانيا كمان ليشوفوا كيف طرق يعني يمكن التعليم بهالمواضيع، بس كمان في أساتذة عم يقدروا كمان يكونوا موجودين بألمانيا والعكس صحيح. أهلا وسهلا فيك دكتور نمر. يور ويلكم هيلينا. You've been here for how long? For 6 weeks. For 6 weeks. How was it till now? How's your experience? I'm loving it. It's really, really nice. Yeah. We are going to talk about that. دكتور نمر، شو هو المشروع بالتحديد؟ يعني هو المشروع هو إجا من وكالة التنمية الألمانية، يلي هو بيجي تحت يشجع تبادل القدرات بين لبنان وألمانيا. فتقدم على البروجي من قبل براندنبورغ يونيفرسيتي اوف كوتوبوس، براندنبورغ يونيفرسيتي اوف تكنولوجي اوف كوتوبوس، ومع كمان الفاكولتي اوف اجريكلتشر اند فود ساينسز كيونيفرسيتي هولي سبيريت يونيفرسيتي اوف كاثوليك جامعه الروح القدس. والموضوع الاساسي كان هي الزراعات المستدامه، كيف فينا نطور المعايير لنقيس هل كيف منقول هلا في عنا زراعات عضويه وفي سيرتيفيكا لهم، كمان للزراعات المستدامه عم بدنا نشتغل عليهم تيصير في تطوير لهم حتى نطلع بالاخير في لمعايير نقدر نقيسها. ومشان هيك هو اكثر مخصص لتبادل التلاميذ من ناحيه انه يتعلموا على الطرق الجديده، يعني تلاميذنا بروحوا يقضوا كمان فصل بكامله بالجامعه هونيك وبنعدل لهم كوراتهم بجامعتنا، والعكس صحيح، تلاميذ جامعه براندنبورغ University of Technology in Cottbus كمان بيجوا لعنا وبعدلوا لهم كورساتهم. ومن ناحية تانية يلي هي الأهم هي تبادل القدرات على مستوى الأساتذة، وخصوصا على مستوى كمان بعض التلاميذ يلي خلصوا الأطروحة تبعهم وبدوا يشوفوا مجالات شغل معينة. فهالشي بصير كمان هالتبادل بين هالأساتذة الموجودين بلبنان بكلية الزراعة والعلوم الغذائية وبجامعة كوتوبوس. You are the only one who's been visiting us. Well, from my university, yes, but we're I think 5 other students from Germany. Mm-hmm. What's your specialty? Environmental and resource management. But here I'm taking classes at the agricultural faculty. Mm-hmm. And these are courses that you are supposed to follow. Well, yeah, they're related to my subject because. One part of my subject of my major is sustainable agriculture, so it fits. شو الصور اللي عم نشوفها هلا دكتور نمر؟ هلا هول الصور هن يعني اجوا امبارح بالتحديد، لانه في عنا العميدة الكلية كلية الزراعة والعلوم الغذائية مع بعض من الاساتذة والتلاميذ، يعني هول عم نشوف بعض التلاميذ تبعونا يلي صاروا حتى بالجامعة هنيك، وصار في مثل ما بنقول توقيع هالاتفاق يلي بين العميدة وعميد كلية البيئة بجامعة كوتوبوس. بالجامعات الألمانية كيف صار يعني أو اختيار طلابنا هون بالإيزاك كيف صار، على أي أساس لا يكونوا عم يتبعوا هالفصل بالجامعات؟ هلا قبل ما نبلش كيف صار، هي في شغلة أساسية كتير. هلا كانت الجامعة الألمانية وموضوع البحث أو الممول عم بفتشوا على جامعات هي محمسة تفوت بهالشراكة، لأن مش كل الجامعات بتتحمس بتفوت بهيك شراكة، وخصوصا أنه الأوضاع كتير أوقات بلبنان ما بتسمح نفوت بهيك شراكات يعني، وبعدين نفوت بالحيط بالأخير. فكانت الأول شيء أنه قديه مدى استعداد الجامعة نفوت بالحيط، ما بنعمل شيء مدى الاستعداد. مثل العادة يعني دائما جامعة روح القدس بالكاثوليك هي السباقة وبتفوت بهالمواضيع، يعني بس لمصلحة التلاميذ ولمصلحة الأساتذة. يعني هالفكر الإيجابي عم يعني ينعكس كمان على الآخرين وعلى الألمان مثلا اليوم يلي هن كمان في يكون عندهم يعني تحفظ على تخوفاتهم عن جبنة. فاللي بنلاقوا شافوا هالتحمس من جامعة روح القدس، فهن كمان تحمسوا اكثر، ومشان هيك فتنا بهالشراكه وبلشنا نشتغل عليها ابتداء يعني من شهر كانون الثاني 2013.
وحتى هن اجوا بشهر حزيران على لبنان مع كمان قسم تلميذين من تلميذهم تيشوفوا كيف لبنان، وقسم من الاساتذه حتى يشوفوا كيف لبنان. مش بس وقفنا الشراكه على المستوى، رح يكون في شراكه حتى مش بس بالبرامج الاكاديميه، حتى نقدر نشجع تلميذنا مع تلميذهم واساتذتنا مع اساتذتهم يكونوا كمان ببرامج ترفيهيه ورياضيه، يكون هالشيء مثل يشكل قالب كامل لهالمشروع يلي هو كمان الاول بيكون من هالنوع. كيف عم بصير هلا اختيار التلاميذ خصوصا؟ هو اول شيء بهمنا انه التلاميذ يكونوا متحمسين لموضوع الزراعات المستدامه، لانه اكيد التلميذ اللي هو اكثر مثلا توجهه للحيوانات او للصناعات الغذائيه يعني مش رح يستفيد كثير، فاول خيار لانه هي اكيد بنقي التلميذ اللي هن بحبوا يفوتوا بهالدومين، بحبوا يكملوا اطروحتهم هيدا ويمكن بعدين يكملوا الدكتوراه بهالمجال. فمن هذا اول مثل ما نقول كرايتيريا لاختيار هالتلميذ. هلا ثاني كرايتيريا طبعا بكون اذا كمان التلميذ هن حابين يسافروا، لانه في كثير تلميذ يمكن ما بحبوا يسافروا، يمكن اهلهم كمان عندهم دور بهالموضوع يعني. ف واكيد يعني اذا بدهم يعملوا هالاكسبيرينس اكيد لازم يكون التلميذ يعني عاده عم نقي تلميذنا يكونوا من التلميذ اللي هن الاوائل بالكليه حتى يكون في سهوله، خصوصا انه هنيك التدريس رح يكون كله بالانجليزي. And you Helen, how were you chosen to come here or it was your choice? I was offered the scholarship to come here to do my bachelor thesis in like as part of this cooperation program. And yeah, it was a, I had to apply for it and then I was chosen to come here. And you were you don't have any fears or anything? Yeah, in the beginning when I told my friends, everybody was saying you're going to Lebanon, you're crazy. But my professor, he wouldn't have sent me if it wasn't safe enough. And for me, it was like in Germany, the news we have about the situation here, it's like you hear always the bad things. But if you come here, you notice that it's not like that. Yeah. So for me, it was like a great opportunity to come here and get to know this country. Great. And how were you received by your colleagues? Very, very well. It's like great experience. Everybody's very nice to me, helpful. Like they came to pick me up from the airport, and they're very interested. And so it's really, really nice here. دكتور نمر، فإذا هل نوع من المشاريع هي مشاريع يعني كمان رح تكون مستدامة، كمان رح يكون في لها إن شاء الله؟ نحن بالوقت الحاضر هو المشروع لسنتين بيخلص بال 2015، من تقريبا شهر ونص قدمنا لحتى ناخذ كمان سنتين اضافيه بهالمشروع يلي هو كان اول ما اعد هالمشروع في كان عندنا هالاوبشن انه نقدر نقدم لاستمراريته للمشروع بعد كمان سنتين ونفوت اكثر بشراكات اللي هي اكثر شراكات بابحاث علميه بين الاساتذه بالجامعه بكاسليك والاساتذه هنيك، وهيدي اكثر بتصير من مثل ما بنقول اول شيء دائما في اول خطوه يمكن كانت هي انه نتبادل، بس بعدين الخطوه الاهم اللي هي بتكون على كمان الشراكه بالابحاث اللي بتصير بقطبس بالابحاث اللي بتصير بلبنان حتى نطلع بكمان شيء موحد، وهيدي بتكون اهميتها علميا اقوى بكثير يعني. واكيد نحن بهمنا يعني ان كان جامعه الروح القدس بالكاثوليك او جامعه قطبس، الهم الوحيد عندهم هو كمان التلميذ يكون قد ما فيه مطلع على كل شيء في بالعالم عم بيصير من ناحيه الزراعات المستدامه. And Helena, your academic experience here in Lebanon is different from Germany? It is a bit like lectures here. The groups are smaller, so the smaller classes, and it's a bit more interactive than in Germany, but overall, I think the level is quite the same, but yeah, here like the courses I'm taking are also a bit more practical than from what I'm doing there, so it's nice for me. Great. دكتور نمر، فإذا شو عم نقدر يعني فعلا نتعلم او شو التبادل اللي عم يصير كأساتذة بيننا وبين الألمان؟ هلا هو اللي عم بيصير أكثر شيء هو من ناحية لأنه مثل ما بتعرفي ألمانيا يمكن أكثر بلد أوروبي وحتى على مستوى العالم متقدم بيئيا، اما بالحفاظ على البيئه او بالطاقات المتجدده، وبقلب الطاقات المتجدده عندنا زراعات البديله. بس حسب شهاده إلينا يعني الصفوف بالايزاك هي صفوف فيها كثير من التبادل والمحاضرات يعني فيها كثير انتر اكشن، والجروبس عم تقول لاصغر، وهالشيء اكيد بيتيح للتلاميذ انه يكونوا عم يستفيدوا اكثر. عم يستفيدوا هن عم يستفيدوا من خبرتنا، بس تلاميذنا اللي عندهم عم يستفيدوا كمان من خبرتهم اللي هي اوسع كثير من ناحيه التكنولوجي ومن ناحيه يعني التقدم اللي وصلوا
يوصلوا ألمانيا بالطاقة المتجددة وبالزراعات المستدامة. نحن هون يمكن أكثر بنعطيهم الطريقة من الشيء الواقع اللي بيصير يلي هن يمكن ما بيشوفوه على طول كيف بيصير. يعني بألمانيا ما عندهم الزراعات اللي نحن عنا إياها بلبنان، فبالنسبة لهم أكيد شيء جديد وأكيد شيء رح يستفيدوا منه لهن يطوروا كمان قصص تانية. والعكس صحيح، يعني نحن لمن تلاميذنا أو حتى الأساتذة أو نحن يعني نطلع على هالتكنولوجيا اللي عندهم وكيف بيتعاطوا بالأمور، فهذا أكيد رح يزيد من يعني رح يخلي المستوى كمان يتقدم ويتقدم أكثر عند الأساتذة كيف لصفوفهم لبعدين، وكمان إن شاء الله كمان بالأبحاث المشتركة اللي بدها تصير بيناتنا بين القطبس وبين الجامعة. أهلا وسهلا فيك دكتور نمر، شكرا لوجودك معنا. يور ويلكم هيلينا، وأكيد تحية لجامعة الإزاكي اللي دايما يعني جاهزة لتنمية تلاميذها. مشاهدينا هلا وقفة ونرجع نتابع.